نظرا لما يجري داخل السجون من جرائم بحق أسرانا ومن انتهاكات جسمية وجسدية وجنسية، ونظرا لما يجري أيضا من تخاذل ودولي، هناك تحضير ليوم للدعوة بيوم 3/8 القادم ليوم إضراب عالمي شامل في كل لدى كل الدول والمؤسسات المناصرة لحقوق وأبناء شعبنا ولرفع الظلم عن الحركة الأسيرة. بداية نترحم على أرواح الشهداء، شهداء شعبنا في كل مكان، أبطال نداء أسرانا وأسيراتنا الذين يتعرضون، الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لحملة تنكيل وإبادة ضدهم، تجويع، إهمال طبي، احتجاز في ظروف غير إنسانية، كل ذلك هو مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية. دولة الاحتلال لا تتورع عن ارتكاب الجرائم ببساطة لأنه ليس هناك من يحاسبها ومن يضع حدا لها، وهذا طبعا يتطلب من كل الجهات الحقوقية من كل دول العالم أن تفي بالتزاماتها بإلزام دولة الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف المختلفة بما فيها اتفاقية حماية الأسرى والمدنيين زمن الحرب. علينا أن نهب جماهيريا وشعبيا من أجل أن نشكل حالة ضغط على المستوى الرسمي وأن نلفت انتباه العالم، ليس من أجل النهوض لنصرة الأسرى وإنقاذهم من هذا الجحيم الذي يعيشونه في هذه الأثناء، وينتبهوا لحالة الإجرام، لحالة الفاشية في معتقلات الموت. خلال الأشهر الماضية بتشكيل وحدات خاصة دعونا